الجو البيئي بالبلاد. أما استغربت منه اللي حقيقة أنه هو الكلمة التلوث اللي محناش كلمة التلوث بصفة عامة، لأنه فما مصدر تلوث وعنده عشرات السنين في البلاد وحتى حد مش قلت عليه، ما عادش ربما أنا نسيتوه ولا بلا أني ما عادش ما عرفت نسيت يجيو تلوث البيئي هذا يتعود على الحرب اللي كان تو ما عندوش حتى 10 سنين، ما عندوش من 10 إلى 30 عام نسبة الوفيات من الأمراض الخبيثة كما كان يحكي الأخ القرقلي نسبة مرتفعة من 10 سنين زادت 15 عام تالي. مع فرنسيس اللي تركزوا عليه تشبدوه من المواضيع الهامة، لأنه مع فرنسيس اليوم يخلق في 10 مواطن شغل ولا 15 فماش علاش في تقريب ساعة العباد اللي خاطروا كان شي خاطر في 400 في 500 والله يقول خاطر 13 رقبة 13 رقبة قاعد يخرج فيها آلاف الناس كل عام. والواني حسب رأيي التلوث بتاع البحر السبري يضر البحر برشا، ما يلعبش دور كبير ياسر كيما نعمل الفلاستيز في الامراض الخبيثه. ولهذا في برنامجكم يلزم مع الفلاستيز تحطوه من الاولويات بتاع هو لتفادي التلوث في البلاد. بارك الله فيك. سي فريد تعمل نفس الملاحظه، احنا عندنا اقتراح بالنسبه احنا التحرك بتاعنا اللي صاير على القناه هذا اللي تعطينا اقتراح في المجالات. شو لو قلت قناه سي عبد السلام هذاك وقع فيه كيل راحش بيع وشاي ربما انا حسب رايي قناه سي عبد السلام ما عندوش حتى كان ما فيش حل كيما نقولوا اميكال اميكال ما نصورش لازم تسكير كما كان يحكي السيد حسب رايي لازم تسكير جي حدود سيادة من غادي قصر من غادي سكة من غادي كل واحد حمل سوريته ويسمعه ويحب يزوره شكون اللي فيه حل سلمي ما نصورش. السلام عليكم. شكرا يعطيك الصحة سيدي. سي وسام قرني. السلام عليكم. وسام قرني. بالخارج مانيش نتبع برشا وقاع توا من حسب ما تبع توا حسب البرزونتاسيون تاع سي وسام الحكايه عندها برا سبيكتر من 10 سنين وحسب البرزونتاسيون زاده ثم كلمه ما تقالتش كلمه زاده حتى مع كامل احتراماتي للبعض والاخر ما يعرفهاش السعوديه اللي هي القانون. عمل تحليل رفعتش قضيه، عمل شيء الاخرى وقتها كنت التصوير وكي سانتيفيك وكل شيء عادش قضية الجلسة اللي تثبت انه سيتاك تربط في الواحد ترفعش قضية ضد سيتاك مانيش قانون يعني انفورماتيسيان ضد كعبة لا في حديقة بار المعاش يعني نورمال محامين ولا حاجة ينجموا يعملوا أي حاجة باش القضية ضد هذيك سيدي عبد السلام المقنع اللي يصب حتى لنا حسب ما سمعت قانونيا بعض الجماعة باش تصب في البحر لازم تدخل 3 كيلومتر ولا 10 كيلومتر ولا قداش، عملش قضية ضد وزارة البيئة، هذا كل ما عرفش علاش زعما خوف كيما السيدية الكل مثلا ما يحبوش القانون إلا باني هكا باني هكا، وكي تسكر حتى القناة تسكروا على حدود بين صياد وقصر العلاج، باقي يقعد يصب، هذا ثم السيدية رابطين فيه، هذه ما عرفش صحيحة ولا بي حسب ما ريت خاطر مش كان بتاع معمل سيتاكس خارج مش كان من قرر فما حدا دي ديسكي بنوع عادي معناتها حاجه كما واحد دونك سيدي بيدو رابطين فيه دونك هذه حاجه الاولى انا يعني بالنسبه لي الحل والي ولا معتمد ولا حاجه ما هو الا سلطه تنفيذيه الا باش نقول لك باش ينفذوا عشانكم معاش كل واحد قول له اعمل لك يعمل لك ما عنده ما تحكي معاه لا حد شيء سلطه تنفيذيه عنده قضيه ترفعها يجي ينفذ بالعدل كل شيء. بعد لي اثبات اللي هو الربط تاع سيتاكس كل شيء ما عرفش تحوس بعد المنفذ يقول لك هذه رابطه هذه رابطه هذه رابطه. دونك بالنسبه لي الحل الوحيد اللي هو قضايا استعجاليه يكون ثماش عندناش قانون ولا محامين في الجمعيات في المجتمع المدني نجم تكون تعمل حاجة هذه وهو يجي ينفذ وهو اللي يجي لما يجي شنو حشيت بيه هو كيما هو تنفذ عليه 3 شهور حبس يعاود يتنفذ عليه باش يسكر قناه باش يسكر هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه
شوفوا تصور الكل بالله مسخ مش كان في الواحد مش خارج من السيدس وسخ كله بابس تاع نحن اللي هو فيهم بابس هذيك تصير تاع مصيبه اكثر من واحد ثم قبروس ثم كله بابس بلاستيك خاطر السيد يجي يروح مسكي كم الدبوسي طايشه في الشارع كيف هنا كاي زاده في البرج شوف حاول خليك نطفو شويه لما حالها تروح بالدور اما كانوا كله بابس فقط لغير معناتها وعي زاد مع السلامه شكرا سيدي.